السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا وسهلا بكم جميعا، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح في شهادة البكالوريا. في هذا الفيديو سأقدم لكم الإجابة النموذجية الوزارية لامتحان بكالوريا 2022، الديما الوطني لامتحانات المسابقات. بون، هذا راه الفهرس، يعني تلقاو جميع الشعب وجميع المواد، تلقاو الموضوع في المرتبة الأولى عندكم شعبة العلوم التجريبية، تلقاو الموضوع وبعدها تلقاو الحل تاعو. فمثلا فيما يخص العلوم الإسلامية راهم حسبوكم مناقشة الانحرافات، يعني اللي يدير مناقشة الانحرافات راهم حسبوها لكم. بون، بالنسبة للاستعارة المتعلقة بالموضوع الثاني راهي استعارة تصريحية وليس مكنية في الموضوع تاع النثر. فيما يخص الموضوع الأول تاع العلوم التجريبية، راني نتكلم عن العلوم التجريبية، هو أنه راهي تشبه بليغ. راني درت لكم ستاتيو قلت لكم كاين اختلاف بين الاساتذه، كاين اللي يقول كنايه، كاين اللي يقول استعاره مكنيه، كاين اللي يقول تشبيه بليغ. فبالتالي في التصحيح النموذجي الوزاري حطوها تشبيه بليغ، فبالتالي تهبطوا لتحت فقط تلقاو الحل. بون، هذا هو الموضوع، هاو الحل، تلقاو الحل، سلم التنقيط، جميع المواد وجميع الشعب. خليكم الرابط اسفل التعليقات، واتمنى لكم النجاح والتوفيق في شهاده البكالوريا، وإلى اللقاء.